السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المشاهدين، تحية خاصة من أخوكم نافع لجميع الموالي الصغار والكبار داخل الوطن وخارج الوطن. شحال من واحد كيتسول خويا نافع كتغبر علينا. احنا اخوتي هنايا في الاخر ديال قرية ولاد موسى، يعني الاخر ديال دوار جبالة سيكتور 7 أمام مدرسة إعدادية الثانوية الحزام الأخضر. جيت نشارك معكم هذا الفلوغ. خوك نافع فين جالس؟ سولومينتي، ماشي سولومينتي، ولكن أنا والموتور ديالي هو بيجو 103. جيت لها الطبيعة بوحدي جالس مع راسي، كانت منظر هذا اللي كتشوفو، واد أبي رقراق الضفة ديال أبي رقراق، وهادي الولجة اللي كنسميوها الولجة. طبيعة الحال الجهة الأخرى من الضفة اللي هي جبر رئيسي تقدم دوار الحاجة. الطريق الجديدة هي هادي، هادي هي الولجة اللي تم إعادة التهيئة ديالها. هاد الديور هادو اللي كتشوفوها الخوت راه غيمشيو من هنايا، ما يبقاوش، يعني الناس ديالهم معلومين معلومين باش غيتحيدو من لهنايا. كما كتشوفوا حنا جينا في قرية ولاد موسى عالية، يعني راه الحدورة هنا الخوط راه مسافة باش هو تا لتحت. وهاديك اللي كتشوفو داك الديور راه هما اللي بعاد، راه هما يعني هادو، هاديك الخوط راه سلاس جديدة، هادي كاملة سلاس جديدة الديور اللي كيبانو ليكم. هادي هي الضفة ديال أبي رقراق، نهر أبي رقراق، طبيعة زوينة الخوت. وهداك راه هو اللي كيبان الشاطو ديال لونيب ديال دار السلام، راه هو داك هو الشاطو ديال دار السلام لونيب. كما قلت لكم الخوت متنفس زوين، كيجيو لعباد الله كما كتشوف هنايا. عباد الله كيجيو لهاد القنيته زوينه الطبيعه. طبيعه ولا في الاحلام الخوت، الدراري كيلعبوا الخضورية ولات كتبان مع هادشي هو اللي رحمنا بها الله. الخضورية تبارك الله الطبيعة. الطريق هادي إلا تبعتيني شان الخوت كتوصل لواحد الرومبوا، داك الرومبوا إما كتطلع على الشمال على سلاج جديدة، إما على يدك اليمين كتمشي لأكدال وحي الرياض تمارا تقدم. المهم كاع الطرق تؤدي الى روما. يعني هذه الطريق الجديده تقدر تمشي من هنا، يعني نيشان الرباط السله القريه، تقدر تمشي من هذه الجهه هذه نيشان الى بغيتي تمشي للسله الجديده ولا الباراج ولا حي النهضه ولا عكراش ولا دار السلام ولا يعني كتدي بزاف ديال البلايص. كنت نشارك معكم هذا الفلوغ، تحية لجميع المشاركين معايا في القناة لا القدام لا الجداد. محتوى أنيق، تفرج انت وليداتك.
قلت لكم على الخوت ان رانا والمويطير، هذا هو المويطير ديالي باش كنتحرك على الخوت، بيجو سانتروا عنيقة هادي على الخوت، عاد خديتها كنتحرك بيها شوفوا هاد المقولة الخوت شتها طعام كاين والغدر كاين غتكون هادي الكتابة، هادي هي إعدادية الثانوية الحزام الأخضر الراية ديما مغرب، وهادي هي القرية ولاد موسى، هادي هي القرية دوار جبالة، وهذا لفان ديال دوار جبال، هذا هو الاخر ديال القريه، هو هذا اللي كيطل على هاد الطبيعه هادي وهاد المنظر الجميل. الخوت انا ما عنديش صديق ولكن محبوب الجماهير، كلشي اصدقائي، الا مشيت لبلاصه كنمشي ليها بوحدي، الا مشيت لشي بلاصه لقيتيني الخوت كنتفرج في شي حمام كاينين في هاد الديور هادو فوق السجنه، كانت منظر فيهم السرعة اللي غادي بها هذا الموتور هذا. اسمع 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 اسمع، كل شيء مشى ما يبقى تحت قدامه شعر. مشى يعني الطريق ديال الشبيت صحاب الماطر صحاب المباطية، احسن بلاصه تباطا فيها هي هادي، طريق مسرحه سيرت الرومبو بيسله جديده ديال البريبري كتسمى، طبيعه تبارك الله، الناس زارعين الخضرة، الواد هذا هو واد برقراق، كان عليا نهبط حتى جنب الواد ونجلس، ولكن مره اخرى نديرها معكم الخوت. بالنسبه داك الجوجه الزيتيه الخوت، داك الجوجه اللي عندي داك الكوبلا راه كانت في قصاد شنبور واحد ومات، راه لقيته ميت، والجوجه ديال الفوياجور راه في قصاد جوج طوابه، وداك جوج طوابه الكوبلات الاخرين مازال مبيضين. بغينا نديرو معكم هذا الفلوغ الخوت، تعرفونا فيه في كيمشي بوحدي الخوت، هاي غير بوحدي كنلقى راحتي ملي كنكون بوحدي الخوت. سيكتور 8 هذاك هو سيكتور 8، راه هو هذاك سيكتور 8 نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. تحية لخويا القمرة دريوش دوار بعارشة مشروع بالقصيري، تحية لخويا جلال، جلال تا هو جلال الغياز مسكين اللي كان خدام معلم في الشركة ديال الفياض في طنجة، راه وقعت ليه اكسيد والله يشافيه، دعوا معاه الله يشافيه. تحية لك خويا جلال، خويا عادل العرايش، هشام اسفي، خويا مصطفى الصويره، خي عبد الحفيظ، عبد الحفيظ تطوان، خاطر الناس ديال وزان، وخاطر الناس ديال سيدي قاسم، تحيه الناس ديال سيدي قاسم اون جينيرال كاملين، دار دار زنقه زنقه. كما قلت لكم اخوكم نافع هنا في نعاصر دابا بوحدي مع الميطر ديالي، بيجو تبارك الله سانترو، مبغيتش اخد الخوت ناخد داك الاس اش ولا داك سيكونت ولا ميطير باركة. سانترو سبحان الله كنشوف شي واحد دايرها ديال
كتكون ديال بنادم بعقل والخوت. السانطروا ديما كيكسبوها الناس اللي كبيرة في عقلها و أنيقة. هي هادي الطريق اللي كتمشي معاه باش كتمشي لعندنا. وتحية لإخواني المشاهدين، نتمنى تكونوا تولعتوا معنا في الطبيعة الخوت، في قرية أولاد موسى بالضبط الأخر ديال دوار جبالة. تحية خاصة لخوكم نافع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.